طبعا هذه بالصورة اللي هذا مأشر عليه هذا وهذا كاتبين عليه integrins، هو نوع من أنواع الريسبتورز، بس يعني ما مذكور عليه شيء بالمحاضرة مالتنا. يعني هم الريسبتورز ما لها علاقة هي بالستمنس مع الخلايا الجذعية، تمام، لأن هي ما متصلة بالآسيا الطبيعية السنانة، هاي فقط لها علاقة يعني حسب ما بحثت بالجوجل يعني خيوط وما أدري شنو. المهم مجرد ريسبتورز وهاي، تمام. المهم نجي على intrinsic signals، الإشارات الداخلية. These may include specific proteins that can subdivide the cell into different domains before mitosis. So I couldn't بالintrinsic signals شنو هي الإشارات الداخلية؟ تتمثل بروتينات معينة تكون موجودة بداخل الخلية، هاي البروتينات راح تقسم الخلية إلى مجالين، يعني إلى يعني راح تصير الخلية شلون أرد أقول مصيرين، راح تأخذ راح تصير خليتين، خلية تصير هذا طبعا هذا الانترنسيك سيجنالز دي يسوون لنا شنو؟ يسوون لنا asymmetric division، انقسام غير متماثل، مرة راح يعطيني stem cell ومرة راح يعطيني differentiated cell، تمام، حسب ما هو يقول، وراح يعطينا هاي domains before mitosis. So that an axis of polarity is generated. راح يصير محور من القطبية يقول لك راح يتكون. Segregation of certain cell في determinant molecules يقول فصل بعض الجزيئات المحددة لمصير الخلية اللي هي نفس البروتينات المحددة لمصير الخلية. Into only one the two daughter cells will help maintain one as a stem cell and allow the other to differentiate. هو هذا نفس الكلام. يقول لك راح يكون هنا هذا asymmetric division. هنا اكو intrinsic signals اشارات داخلية تتمثل بمجموعة معينة من البروتينات. دي يسمونها هذه اللي هي المجموعة المعينة من البروتينات موجودة بالسيتوبلازم. حيسمونها شنو؟ يسمونها cell fate determinant proteins، يعني بروتينات مسيطرة على مصير الخلية، ومرات سموها molecules جزيئات، المهم هي بروتينات. هذه البروتينات قبل لا تنقسم الخلية بالميتوسيس اللي يكون نوع asymmetric راح تحدد يعني نفسها. أنا راح أنقسم يعني هي الخلية لما يكون بها قبل لا هي asymmetric وقبل symmetric وما أدري شنو، راح هي مثلا بها هذا النوع من البروتين، راح بينها وبين نفسها انه انا لما راح حسة انقسم شلون راح انقسم، تمام، هل راح انقسم واكون stem cells مرتين، لو اكون stem cell واكون يعني differentiated cell. هذا الشيء منو يحدده؟ يحدده هذا البروتين، تمام، والاقطاب اللي تكونت. شون هي تكونت الأقطاب؟ هي هذا البروتين راح يتحكم بهذه الأقطاب، هو اللي راح يحدد هذه الأقطاب. هاي البروتينات هي اللي راح يعني تسوي لنا هاي الأقطاب، تمام. لو نجي نقرأ هنا سابولاريتي اللي هي هذه الأقطاب البيسل أبيكال بوستيريور انفيريور انتيريور ما أدري شنو which depends on certain proteins known as cell fate determinant proteins اللي هي نفس هذا بالأخضر، فهي هذا الأساس بالintrinsic signals، تمام. هذه راح تحدد راح تفكر بينه وبين نفس الخلية إنه أنا راح أنقسم symmetric ولا asymmetric، تمام. فهو هذا الجسم راح ينقسم، هو بالintrinsic signals شارحين هذا، تمام. فان بس على هذا ما عليه بهذا الثاني. فهاي الخلية راح جزء من البروتين راح ينقسم يروح بالبيسل سيرفيس وجزء بالبيسل يعني جزء راح ينقسم يروح بالبيسل وجزء يروح بالأبيكال. فشنو هي كان اللي افتهمته يعني؟ فبالتالي راح تتكون عندنا راح يتكون عندنا قطبين، واحد قطب قاعدي وواحد قطب بالقمة مال الخلية أبيكال وبيسل. فشنو خلية راح تنقسم مرة فتكون للأسيمتريك ديفيجن، تمام،
مرة خلية عطتني differentiated cell ومرة عند stem cell مرة خلية جذعية. هو نفس هذا الكلام وقال لك هذا راح يتكون محور من القطبية، هذا المحور القصد مال القطبية. هنا أنا بالأسيمتريك ديفيجن صار عندي basal ball وعندي apical ball، يعني قطب قاعدي وقطب بالقمة مال الخلية. نقدر نقول inferior و superior، هاي المصطلحات جبتها من الدكتور. هاي يقول لك هذه الخلايا راح تمتلك مجموعة معينة من البروتينات subdivided the cell، راح تقسم الخلية جزئين، يعني تقسيم ثانوي into different domains. راح قبل الميتوسيس الخلية راح تفكر بينها وبين نفسها انه انا راح اسوي اثنين stem cells ولا راح اسوي stem cell مع differentiated cell. قبل الميتوسيس هذا الشيء راح يصير. تمام. So that an axis of polarity is generated، راح يصير محور من القطبية اللي هو هنا أنا شارح شنو، شارح فقط ال asymmetric. المهم asymmetric، تمام، هو شارح ال asymmetric الانقسام غير المتماثل. فيقول لك segregation، يعني segregation يعني separation يعني فصل. segregation of certain cell fate determinant molecules، يقول لك فصل بعض، مو كل، بعض الجزيئات المحددة لمصير الخلية into only one of the two daughter cells، راح ينقسم جزء من يمه فقط في يعني بأحد ال daughter cells، يعني راح يصير موجود فقط ب daughter cell واحدة، يعني خلية بنوية واحدة. هذا النم انقسم صار بس بهذه الخلية اللي هي الخلية راحت صارت متمايزة، بينما الخلية لسه ما راح يصير بيها. ليش؟ لأن هذا النام هو اللي راح يتحق راح يسوي لي تمايز بعدين، يكون موجود بس بالخلايا اللي تريد تتمايز. السام سام ما تريد تتمايز فما عندها النام. نقر into only one of the two daughter cells will help maintain one، وهذا الشيء اللي صار راح يخلينا نحافظ على خلية واحدة اللي هي نحافظ عليها كخلية جذعية، ويسمح للخلية الأخرى بأن تتمايز. تمام.